كيف تعملين جدولة أمامية في شعرك؟ قومي أولاً بتقسيم شعرك إلى قسمين أمامي وخلفي من جهة الأذن، ثم قومي بربط شعرك الخلفي ومشط شعرك الأمامي كله باتجاه اليسار. بعد ذلك قومي بتجديل شعرك من جهة الأذن من اليمين باتجاه اليسار. ثبتي ما تبقى من شعرك خلف الأذن ثم افردي شعرك الخلفي. لإعطاء شكل أجمل لهذه التسريحة، قومي بنكش الجهة الخلفية لخصلة من شعرك في الأعلى لإضافة كثافة ورونق. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضاً مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.